لاباس عليكم. كنتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد. واش راكم بروكا كما كتشوفوا معايا؟ غنشارك معكم ان شاء الله 6 ديال الاشكال ديال الحلويات بعجينه واحده بنكهات اليوم مختلفين. عجينه اللي زوينه بزاف وهشيشه. المهم ملي كتذوقها كتحسوا بحال راه شحال من نوع، ولكن هي راه عجينه واحده زوينه بزاف من السماء وهشيشه. ان شاء الله اكيد غادي تعجبكم. صراحه ما كنتش عاونه صوره هذا الفيديو هذا، وانا نقول ضروري نشارك معكم الحلويات اللي غادي نصاوب، حلويات الاقتصاديه ان شاء الله راه اكيد غادي يعجبكم. وصافي هذا ما كان. دابا ان شاء الله غادي ندوزو معكم المقادير وطريقه التحضير. وفرجه ممتعه وخليكم معايا. وبالنسبه للمقادير ديال هذه الحلويه هذه، هنا كنحتاجوا ليها كاس ديال السكر سنيده وكاس ديال سكر كلاصي، عندي جوج كيسان ديال الزيت. بالنسبه للزبده عندي هنا لدا زبده مارغرين 250 غرام، ثلاثة ديال البيضات، عندي مسحوق ديال الفاني، كيس ديال الفاني، وواحد الخميره ديال الحلويات، جوج معالق كبار ديال النشا. وبالنسبه للدقيق بدات ليا تقريبا ما بين 900 و 800 غرام، يعني انا كنت حاطه حدايا كيلو، بقى ليا من تقريبا واحد الكاس صافي. يعني كيبقى الدقيق على حسب الخليط. صافي هنا اول حاجه خديت هنا قصريه، درت فيها هنا ديك الزبده، وكنضيف عليها دوك جوج كيسان كاس ديال السكر كلاصي وكاس ديال السكر سنيده. كنحاول نخدمهم مزيان بهذه الطريقه هذه، يعني حتى كندخل داك السكر مزيان في ديك الزبده. ومن بعد كنبدا كنضيف دوك الكيسان ديال الزيت، وكنبقى كنخدمها مزيان حتى تولي ليا على شكل بوماد، وغادي نكملوا الباقي. صافي هنا كما شفتوا كتولي على شكل بوماد. من بعد كنضيف عليها دوك ثلاثة ديال البيضات كما كتشوفوا، كنحاول نخدم كلشي مزيان، يعني حتى كينسجموا لي هاد المكونات كامله مع بعضياتها، عاد غادي نبدا نضيف النواشف. بالنسبه للطريقه ديال العجينه راه ممكن نخدموها حتى بالعجانه، ممكن يعني العجانه كتجينا اسهل وكتجي عمليه اكثر، ولكن راكم عارفين حنا مولفين دابا الحلوه كنجمعها في قصريه بحال هكا. صافي هنا بديت كنضيف الدقيق شويه بشويه، وانا نضيف ديك النشا مع داك الكيس ديال خميره الحلويات. صافي بقيت كنضيف الدقيق شويه بشويه، راه ما كنعجنش، كنحاول غير ندخل داك الدقيق في داك الخليط وكنحاول نجمع العجينه. بالنسبه للعجينه يعني ما كتكونش قاصحه، ولكن كتكون شويه شاده راسها وما كتلصقش في اليد. صافي كنبقى كنخدم على الطريقه هذه. من بعد هنا ما تجمعات لي العجينه كنقسمها على خمسة ديال الاجزاء باش هكذا نكهوها، يعني كل وحده كنكهوها بنكهه. هنا اول حاجه خديت النكهه ديال الحامض. صافي درت هنا غير واحد الشيو وكنحاول نخدمها مزيان كما كتشوفوا حتى كتدخليها في العجينه، وكنجمعها كندير لها الفيلم اليمونطير، وكنبقى غاده بهذه الطريقه. بالنسبه للعجينه الثانيه كندير ليها هنا النكهه ديال الليمون، حتى هي كنحاول ندخل فيها مزيان ديك النكهه. وبالنسبه للعجينه الثالثه فدرت ليها هنا تقريبا واحد شويه ديال النكهه ديال الفريز، حتى هي كنحاول اني ندخل ديك النكهه مزيان في العجينه، وحتى هي كنجمعها نقدروا نحتفظوا بها بحال هكا في الثلاجه وكنخدموا بشويه علينا، راه ما كيوقع ليها حتى شي حاجه. وبالنسبه للعجينه الرابعه خديت هنا هذا الكوفريت هذا ديال طونيك، كنحاول اولا اي واحد بغيتو سيلفيا المهم اللي كنفرتتو مزيان في الصاشيه ديالو، اولا كندقو هكا بالمهرز في الصاشيه ديالو قبل ما نحلو، ومن بعد كنضيفو فوق العجينه وكنحاول نخدمها مزيان، يعني حتى كيدخل داك البسكويت في العجينه. هاد الطريقه كنت شاركتها معكم داك العام، عرفتوا راه كيزيد فيها واحد المذاق زوين بزاف. وبالنسبه للشكل الخامس كيف ما شفتوا معايا، فدرت ليه النكهه ديال القهوه، درت هكذا عندي كانت عندي قهوه واجده فضفت عليها شي وحاولت اني نخدمها حتى هي. وصافي جمعت كل العجينه في السلوفان بوحدها. وهنا اول حاجه غادي نبداو بها هي ديال النكهه ديال الحامض. صافي كيف ما شفتوا معايا طلقتها وطبعتها، بديت كنستفها في اللاطه في نفس الوقت راه عندي الفران سخون، وهنا كنحاول نهزها بالموس باش تجيني ساهله. هنا كما كتشوفوا بالنسبه للفران ديالي شاعله الفوق والتحت ومقربه اللاطه للتحت، حيت راكم عارفين الفوق دغيا كيحمر. بالنسبه للدرجه المهم درجه الحراره شعلت انا 150 حيت عندي الفران سخون شويه. المهم خص الحلوه تجينا بحال هكا، تكون بيضه ومذهبه شويه، ماشي تجي محمره بزاف حيت كتقصح. هنا بالنسبه للشكل الثاني كما كتشوفوا، بالنسبه للعجينه حتى هي كنطلقها بنفس الطريقه وكنطبعها بداك الطابع اللي على شكل دمعه، حتى هي غادي نبقى غاده بنفس الطريقه حتى غادي نكملها كلها وغادي ندخلها للفران.
لاحظت واحد الحاجه، يعني راني جالسه راه هاد العجينه هادي والله الا صوبتها مورا الفطور تقريبا نقولوا من شي 9 الليل وحده الليل صافي راه ساليت والله الا غير اللي ما بغات تنوض دير الحلوه دغيا ساليت. وكما شفتوا جالسه الفران كاين مورايا خدامه في الطبله جالسه مرتاحه وغدا وكنخدم بشويه عليا وتبارك الله كما شفتوا خرجت الحلوه فنه. عرفتوا غير ملي طابت بقاو الدراري كل شويه كيهزوا ليا شويه وكيذوقوا حمقاتهم كتجي هشيشه بزاف. عاد ملي كنزينوها راه خلاص صافي. كما شفتوا دخلت الشكل الثاني ديال هذا الفريز. دابا غادي ندوزو للشكل الثالث اللي درنا ليه طونيك، هو درتو على شكل غريبات. الا لاحظتوا راني درتها صغيوره حيت العجينه راه فيها الخميره، يعني راه اكيد كيتزاد الحجم ديالها واحد شويه، فهذا باش درت غريبات اللي هما صغيورين بزاف حيت ان شاء الله من بعد غادي نغطسهم في الشكلاط والكنافه. وصافي بالنسبه للشكل الرابع هنا هذه النكهه ديال الليمون، حتى هي خديت هكذا العجينه كنحاول غير نحربلها وكنخلي واحد المرصو حدايا باش كنشد عليه العبار باش هكذا كيجيو كلهم قياس واحد. بالنسبه لهذه غادي نغطسها كلها في الشكلاط. صافي دخلتها الفران. هنا غادي ندوزو للشكل الاخير اللي كنا درنا فيه القهوه. قلت هكا نغمق اللون ديالو فضفت عليه هنا شويه ديال الكاكاو المر وخدمته مزيان وبقيت كنكورو بحال هذا الشكل. هذا كما كتشوفوا كنديرها بحال شكل بيضاوي كما كتشوفوا، كناخذ هكا الظهر ديال الموس وكنديرها واحد الخطيط في الوسط باش كتجينا بالشكل ديال القهوه. هي ديجا هي منكهه بالقهوه ودرنا ليها الكاكاو ومن بعد غادي نغطسوها بالشكلاط الكحل. حتى هي جات فنه، عرفتوا الدراري حماقوا عليها. المهم بالنسبه للناس اللي ما كيكونوش عندهم طوابع راه عطى الله الافكار اللي نقدروا نديروا بحال هكا. كديروا حريبلات، كديروا هكا مربعات صغار، كديروا هلالات، المهم عطى الله ما يدار. والله زعما الصراحه الحلوه تاع الدار والله ما كاين بحالها. ولا لاحظتوا في الفيديو الفايت قلت لكم غنشارك معكم والو التمر العيد. صافي صدقت شاركت معكم هذه الحلوه هذه، وحيت فعلا بغيتكم تجربوها. اللي مازال ما دارت الحلوه راه اكيد غادي تعجبها. هنا بعد ما طابوا لي الشكيلات كاملين كما كتشوفوا معايا، عرفتوا غير هكا كما قلت لكم والله الا فنه وهشيشه شحال كلاو فيها الدراري غير هكا. صافي دابا ان شاء الله غادي ندوز معكم للتزيين. غادي نزينوا كل وحده بوحدها. بالنسبه للتزيين راه كيبقى حسب الرغبه كل وحده شنو متوفر عندها في الدار شنو كيعجبك انت. صافي بالنسبه لي انا اول شكل غادي نزينه بالشوكولا الشكلاط الابيض وغادي ندير ليه الكنافه. بالنسبه للكنافه راني خديتها عادي ما درت لها حتى شي حاجه، قطعتها غير بيدي ودرتها هكذا في مقله وكنحمرها كنتي فيها ونجي فيها حتى كتحمر. المهم نردو معها البال باش ما تحرقش، كتبقى لينا مقرمشه وزوينه. المهم هنا هذا الشكل هذا هو فاش درت الكوفريت. صافي كناخذ هذوك الحبات ديال الغريبه كندوزهم في الشكلاط الابيض ومن بعد كندوز لهم الوجه ديالهم في هذيك الكنافه. انا كيعجبني ندير الكنافه مع الشكلاط الابيض كتبقى مقرمشه واخا كتبقى مده اللي هي طويله ماشي بحال الكونفيتور. صافي بالنسبه لهذه خرجت منها حتى هي جوج شكيلات. هنا خديت البسكويت ديال لوتيس طحنته هكذا غير شويه وبقيت كنغطس الغريبات ديالي في الشكلاط وكندوز النص ديالها في البسكويت ديال لوتيس حيت انا عارفه الدراري كيعجبهم هذا. باش زدت هذا الشكيل هذا حتى هي راه كتجي زوينه كما قلت لكم. بالنسبه للتزيين كل واحد شنو كيعجبو. صافي غادي نبقى غدا بهذه الطريقه هذه حتى غادي نكملها كلها باش ندوز معكم الشكل الثاني. وهنا بالنسبه للشكل الثاني هو اللي درناه بالنكهه ديال الحامض. هنا كناخذ عرفتوا هذه حمقتني انا اصلا كنتسطى على كتحمقني ديك الريحه والنكهه ديال الحامض. هنا كما كتشوفوا كنغطسها في الشكلاط. كما كنغطسها كندير عليها شويه ديال البافو وكنضيف عليها داك الشوكولا رولي داك الصفيفر. كنديرو هكذا من الفوق كندير غير ثلاثه وحده حده وحده باش كيجيو هكذا كلهم زواقه وحده وموديل واحد. حتى هي راه جات فنه انا صراحه كتعجبني حلوه رقيقه ديك الحلوه ديال وحده على وحده وغليظه ما كتعجبنيش بحال هكا جات فنه. وعرفتوا راه واحد الهشاشه راه ما نقولش لكم. المهم ها هي كما كتشوفوا راه كلها زينتها بنفس الطريقه. المهم غادي نبان لكم زربانه هاد الحلوه صورتها البارح بالليل وان شاء الله الا كتب الله راه واحد الشيء غادي نحط لكم الفيديو. صافي بقيت غادا بديك الطريقه حتى كملت الكيمياء كامله اللي عندي. حتى هي بقيت غادا بحال هكا وانا نقول اجي علاش ما نخرج منها حتى هي جوج شكيلات. صافي بالنسبه للشكل الثاني ديالها بنفس الطريقه غطست دوك غطست زعما الحلوه في الشكلاط ودرت لها دوك الحبيبات ديال الشوكولاته البيض مع الكحل وفي الاخير يعني حتى الاخر ودوزت عليها هكذا خطوط بالشكلاط بحال هكا كما كتشوفوا.
هذا اللي كنت شاركت معكم، خليت على ماي باتيس دوك الحبيبات الصغار، ومن بعد غادي نزيد على غير خطيتات. وبالنسبه للشكل ديال القهوه، راكم عارفين القهوه كي كتكون كحله بحال هكا، حتى هي غطسه عادي في الشكلاط، والله الا جات فنه هذه حتى هي، وجات هشيشه بزاف. دوك جوج معالق ديال النشا اللي ضفنا في العجينه كيزيد واحد المذاق زوين، وحتى داك المسحوق ديال الفاني كيزيد واحد الريحه وواحد النكهه زوينه للحلوه. بقيت غاده بحال هكا حتى كملت الكميه كامله اللي عندي. نقدروا نزيدوا عليها مثلا اوراق الذهب هكذا في الجنيبات، نقدروا نفرتتوا عليها شي حاجه، المهم انا خليتها بحال هكذا. وكما قلت لكم راه كل واحد كيزين بالطريقه اللي بغى. وهنا دست للشكل الاخر، ما عقلت واش الثالث ولا الرابع ولا المهم خديت هاد الصبيعات هادو اللي شاركت معكم في الاول، حتى هما غطستهم بالشكلاط، وفي الاخير غادي ندير عليهم هكذا غير خطيطات بالشكلاط، وغادي يبقى لي الشكل الاخر ديال اللي نكهناها بالفريز. صافي هنا خديت الشكلاط الكحل، ذوبته ودرته في هذا البوش، هذا البوش جوطا بصراحه، هو باش زوين كتحكمي في ديك التقيبه، كديرها صغيره وكديري خطيطات بحال هكا. صافي خططت هاد الصبيعات هادو، وخططت حتى اخرى اللي بديك الجهه اللي بالشكلاط الابيض. ودابا غادي ندوز معكم الشكل الاخير. صراحه اليوم باش ندير لها الشكلاط، فدرت هنا شويه ديال الكونفيتور، وكندير لها هكذا لوز كونكاسي اكيد بعد ما حمرته، وكنغطس لها غير النص ديالها وكنزينو بهذه الطريقه هذه. المهم حتى هي جات فنه هذه، وجات هشيشه بزاف. هادو هما الشكيلات اللي شاركت معكم، كيما شفتوا معايا من عجينه وحده خرجنا منها 6 ديال الاشكال بنكهات اللي مختلفين. يعني مذاق كينسك في مذاق، وحلوه اللي زوينه بزاف وهشيشه. وكما كنقول لكم دائما، حاجه الدار ما كاينش بحالها، عرفتي شنو كليتي، زائد ان الحاجه اقتصاديه وكتكون بنينه ونقيه. المهم كنتمنى انكم تجربوها وصافي. هذا مكان وعواشركم بروكا. وما تنسونيش من لي لايك والتعليق الزوينه ديالكم. وهنا غنقول لكم السلام عليكم، الفيديو الجاي ان شاء الله.